للأشخاص اللي انضموا لنا لحلقة مباشرة على الهواء من لابوتيك، هيدي فرصة تقدروا تتسوقوا عبر الـ LBC وتقدروا تختاروا كتير من الأغراض المفيدة يلي موجودة بهالبرنامج على 79-100-225-678-9. رح تقدروا تشتروا كل غرض بتشوفوه بلابوتيك، ونحن رح نوصلكم اياه وين ما كنتوا بلبنان خلال 3 ايام، وطبعا من دون اي تكاليف اضافيه. لكل الاشخاص اللي عم بيشاهدونا خارج الاراضي اللبنانيه كمان فيكم تتواصلوا معنا على نفس الارقام وعلى عنواننا على السكايب. اما لكل متواجدين باربيل فيكم تتسوقوا عبر الرقم الخاص فيكم. رح ابدا الحلقه مع الديكونترال، الكرام الطبيعي اللي موجود خصيصا للتخلص من التكلس. بالايجاز التكلس هو مرض بصيب الغضاريف، الغضاريف يلي موجوده بكافه مفاصل جسمنا يلي هي بتتاثر مع تقدمنا بالعمر، او بتاثر كمان نتيجه اكسيدان، نتيجه وقعه، نتيجه عمل دائما نحن بنقوم فيه، وبالتالي هالغضروف يلي معمول من الالاستين والكولاجين ببلش ينشف، ببلش يصغر، ببلش يبطل مطاط، وبالتالي النتيجه عم بتكون تكلس، الام بالمفاصل، اضافه لطقطقه او مفصل بيعلي او جرشه بنسمعها بمفاصلنا. كل هيدي عبارات بنسمعها من الناس اللي بيعانوا من التكلس. اليوم بوجود الديكونترال شو ما كان عمرنا، حتى اذا كنا متقدمين بالسن او كنا صغار وانكسرت اجرنا يا سمح الله، ضروري نستخدم الديكونترال. ديكونترال بمواده الطبيعية الثلاثة يلي هي الانطوين، اسيد كريزوفانيك والفا بينان. هيدي المواد الثلاثة رح تفوت الى داخل الغضروف ورح تسمح للغضروف انه يتعرف عليها وكأنها مادة صديقة لإله، وبالتالي الغضروف وقت يتعرف على الديكونترال رح يشتغل مثل ما كان يعمل قبل الحادث او قبل تقدمنا بالعمر، والنتيجة رح تكون غضاريف عم ترجع تشتغل وترجع تتكسر وترجع تعمر حالها بحالها، غضروف متين، غضروف عنده لزاجة ومطاطية سليمة بتسمح لمفصلنا انه يقدر يتحرك. اذا بنعطي مثل على هيدا الموضوع، عم ناخد مثل الركبة، الركبة يلي كمان مع التقدم بالعمر بنسمع كتير ناس عندهم تكلس بالركبة، بدهم يغيروا مفصل، نظفوا الركبة، بيسمعوا فيها طقطقة وقتها بيحركوها او هن نازلين وطالعين على الدرج، هيدا الشيء بسبب لهم ألم. شو عم بيصير بهالمفصل؟ الغضروف لأنه بطل سميك، الغضروف لأنه بطل مطاط وبطل لزج، عم يحتكوا العظام ببعضهم، الطقطقة يلي بنسمعها هي احتكاك العظام ببعضها، إضافة لتفتت الغضروف يلي وقتها بيتفتت وبينسلخ عن الغضروف الأساسي بيرجع بيتكلس وبيعمل مثل شقف، كمان بنسمعها خلال الحركة وخلال المشي. هون الديكونترال رح يفوت الى داخل هيدا المفصل، مثل ما اخذنا المثل هو الركبه، بيندهن الديكونترال داير من دار الركبه 3 مرات بالنهار، الديكونترال رح يفوت الى داخل الركبه، رح يلين هالركبه، رح يخلي الغضروف يرجع يفرز خلايا غضروفيه متينه وسليمه، وبالتالي الغضروف يلي كان رقيق ومنه متين ومنه سميك ومنه مطاط رح يتغذى بواسطه الديكونترال، رح يرجع يكبر يسمك ويصير عنده ليونه، والنتيجه اللي نحن منحس فيها حركة من دون ألم، حركة بلا ما تعلق الركبة، فينا ننام ونقوم بلا ما نلين مفاصلنا، ومنصير ناس طبيعيين عم نشتغل نفس العمل يلي كنا عم نعمله، وما ضروري ناخد استراحة أسابيع بالبيت حتى نصح. وهون الديكونترال رح يقدر يشتغل كل هيدا الشغل، وطبعا بلا ما نحن نتأثر منه. خلينا نشيل العقد. أوكي، لأن عم يعملنا مشكلة على الهواء. لكل الناس يلي اصلا بياخذوا ادويه او عندهم مشاكل صحيه ثانيه، ما تخافوا، لانه الديكونترال ما فيه مسكن، ما فيه مخدر، وما بفوت على الدم، وبالتالي ما بيتعارض مع ولا دواء انتم بتاخذوه، وطالما ما بفوت على الدم شغله الوحيد هو داخل الغضروف، الغضروف ما فيه شعيرات دمويه، وبالتالي وقت تكونوا عم تستخدموا الديكونترال النتيجه هي بس التخلص من التكلس. اليوم ديكونترال موجود من خلال بوتيك بالسعر يلي عم يمر قدامكم على الشاشه، بتشتروه من خلال هالبرنامج وبتستخدموه 3 مرات بالنهار على المفصل يلي مصاب بالتكلس. هيدا هو ديكونترال،
فاذا هيدا الكريم الابيض يلي كمان ما بيزعج وقت نكون عم ندهنه، ما بزيت وما له ريحه مزعجه، فنحن لو دهنا ونزلنا على البحر من بعدها رح نقدر نعمل هيدا الشيء. فاذا على 79 100 225 678 9 رح تقدروا تختاروا حيال غرض موجود بلا بوتيك. رح ننتقل لنحكي عن السوك بلو، والسوك بلو هي قطعه كثير صغيره رح تضعوها بجيبتكم او بالبورتفوي، وهيدي القطعه الصغيره يلي هي قد الكريدت كارد، اسمك اكيد من الكريدت كارد يلي رح تسمح لنا نحط بقلبها 2 سيم كاردز او خطين سلولار غير الخط يلي موجود نحن اصلا بالاباري اللي معنا، على شرط انه تكون الاباري السلولار يلي معنا بتشتغل على نظام الاندرويد. وبالتالي حيلا شخص عنده خط واحد رح يقدر يشتري خطين اضافيين ويحطهم داخل السوك بلو من الجهتين، فاذا عندنا من اول جهه ومن ثاني جهه بنقدر نحط السيم كاردز الجديد، وصار فيهم الناس يتواصلوا معنا على 3 أرقام مختلفين عن بعضهم، 2 موجودين بالسوك بلو يلي بدورة رح تكون موجودة بجيبتي، وواحد من الخطوط رح يكون موجود على أباري التليفون. رح يعمل يتعرفوا على بعضهم الخطوط، ورح تقدروا انتم بالتالي تقرروا تردوا على الاتصال ان كان جاي على الرقم 1 الثاني او حتى الثالث. وبهيدي الطريقه الديسكريت الصغيره والناعمه انتم ما بقى بتشتروا تليفون بياخد خطين، نفس الخط يلي عندكم او نفس أباري التليفون يلي عندكم رح توصلوا وتتعرف عليها عبر البلوتوث مباشرة من خلال السوك بلو، وبالتالي 3 خطوط خاصين فيكم رح تقدروا تعطون للأشخاص يلي بدكم يتلفنوا لكم. سوك بلو موجودة من خلال بوتيك بالسعر يلي عم يمرق قدامكم على الشاشة. كمان اليوم إذا بتتصلوا فينا بيوصلوا كل الأغراض يلي عم تشوفوها على هالهوا خلال 3 أيام، وطبعا من دون أي تكاليف إضافية. بنتقل لباتشيرو جوريلي، وهن هالذهب يلي موجودين بالموديل التلياني باتشيرو جوريلي والتصميم التلياني. كمان عنده فقره خاصه بلا بوتيك. العقد يلي عم نشوفه واللي هو البرايدل بيرل نكلس، هيدا السنسال يلي معمول خصيصا للصبايا اللي قادمين على الزواج او على الخطبه، يعني الشكل الناعم يلي مميز فيه هيدا العقد بيسمح لنا كمان نهديه لاي صبيه بحيالها مناسبه. عم نحكي عن ذهب 18 كيرات ما حبيت من اللولو، فاليوم وقت تشوفوا هيدا السعر قدامكم كونوا على ثقه انكم عم تشتروا ذهب، لو السعر قليل كونوا على ثقه انكم عم تشتروا مجوهرات كثير حلوه وكثير راقيه من خلال باتشيرو جوريلي عبر اكيد لابوتيك. البرايدل نكلس بيرل وقت بتشتروا بتاخذوا معه شهاده بتفسر لكم اكثر عن شو شاريين وعن الذهب يلي شاريينه، وبالتالي اذا بالمستقبل حبيتوا تبيعوا هالسنسال كمان هيدا الشيء بامن لكم انه تقدروا تبيعوه لانه هو اصلا ذهب 18 قيراط. نفس المبدا عم نحكي عن الحلق، جزء من الحلق يلي بيتماشى مع النكلس برايدل بيرل وهو حلق نازل ذهب مع حبتين من اللولو من كل جهه، كمان موجودين من خلال بوتيك بالسعر يلي عم يمرق قدامكم على الشاشه، اضافه لتاني جوز من الحلق يلي هن حبات اللولو ثابتين حسب ذوقكم وحسب انتم قد ايه بيتماشى معكم اي موديل من الحلق، كل هيدي المجموعه موجوده من خلال لابوتيك واكيد عبر باتشيرو جوريلي. بنتقل لنحكي عن نيلز ان موشن، وهن كنايه عن طريقة هينة وعملية انكم تحافظوا على البولش او الفيرنير الرطب وقت تكونوا حاطينهم ان كان عند الاستيتيسيان او ببيتكم، كيف بتحافظوا عليهم انهم ما ينتزعوا ما يتأثروا بالهواء؟ شوفوا معي هيدا الفيديو. Now Nails in Motion introduces Tip Tops. Oh no! Oh, the bliss of that magnificent manicure. But how often do you nick or smear that fabulous manicure even before you make it home? And now you need a touch-up. More time, more money. Even if you had your hands under a skin-damaging UV light, your manicure is not protected. You just had your nails professionally polished, where without warning, your nails are ruined. Beautiful nails make you look good and feel good. But there's no way to protect that smooth, glass-like finish if it hasn't had time to dry, until now. Nails in Motion now introduces Tip Tops, designed by women for women to guard your nails from smearing and smudging.
Simply place a Tip Top's nail protector under each finger before you treat your nails. Snap it closed, and then turn it after your nails are done. Tip Top's protects your nails until they have dried and hardened, and takes the worry out of using your hands before your polish dries. So go ahead, get your money from your purse, put on your coat, answer your phone, fasten that seatbelt. There's nothing you can't do while Tip Top shields and protects your beautiful manicure. فإذا مشاهدينا مثل ما شفتوا هيدي هي الطريقة يلي من خلالها صار فيكم تحافظوا على أظافر اليدين والقدمين، طبعا من بعد ما تكونوا حطيتوا فيرني، ما لكم غير تلبسوا هالقطعة البلاستيكية على أظافركم من بعد أنتم عم تحطوا الفيرني، ومن بعدها بتبرمون مثل ما شفتوا طريقة الاستخدام بالفيديو، وبالتالي بتقدروا تسوقوا، بتقدروا تحطوا السانتور، بتقدروا تسحبوا مصاري من جزدانكم ولا شيء بيتأثر وأظافركم بتنشف على مهلها. نيزن موشن موجود هالباكج من خلال بوتيك بالسعر يلي عم يمرق قدامكم على الشاشة، ودايما عبر 79100225678. بدأنا نحكي عن الباور بالانس باند، وهي اسوارة معمولة من السيليكون. هيدي الاسوارة لأنها مزودة باثنين هولوجرام، هالاثنين هولوجرام بطبيعتهم رح يقدروا يجذبوا كل الايونات السلبيه يلي موجودين بالطبيعه، وطالما الطبيعه صارت عم بتخف يعني نحن ضروري ننبش على الايونات السلبيه. اليوم انتم لابسين الباور بالانس باند، هيدا الشيء لحاله رح يقدر ينجذب لكم، وبالتالي جسمكم من بعد ما يجذب هالطاقه او هالايونات السلبيه رح يخلي جسمنا وبالتالي يفرز طاقه ايجابيه. شوفوا مع هالفيديو كيف بيعملوا تيست على الباور بالانس باند، وكيف اكبر الرياضيين أشهر الرياضيين هن عم يعملوا الرياضة تبعهم والماتش تبعهم بيلبسوا الباور بالانس باند. شوفوا الفيديو. I don't really do a lot of testimonials, but this works. My name is Shaquille O'Neal and I'm one of the Power Balance Generals. I'll tell you how I came across the Power Balance. Somebody brought the bracelet, did a little test. I failed the test without the bracelet. I put the bracelet on and then I passed the test. So you know me, I'm one of those guys that said, okay, this is a gimmick. So that night, I was playing for Phoenix Suns at the time. Three of our guys wore it, and I think we won that game by 57 points. First, what we're gonna do with Akola is demonstrate the balance test. So Akola, if you would, put your feet together for me, your arms straight out to your side. What you're gonna wanna do is when you perform this test, is make sure that they have their arms stiff in a firm position so that if you push down, they can resist. The reason that you want to get the person that you're testing into this position is so they can understand what's about to occur. You want them to be able to feel the resistance you're going to place on their arm. Now what you're going to want to do is have them lift their left leg and find their balance point. Good. Once they're up and have found their balance point, you're going to push down again on the same place of their arm. So Akola, again, resist until you tip over. One of the great things about this product is that they don't actually need to be wearing it. They can either be holding it. I could set it on the top of his head. It wouldn't matter. All that matters is that the product is within 1 to 3 inches of your body's energy field. So now, recreate the exact same test. Feet together, arms out, lift that left leg. Using the same point on the elbow, I'm going to push down again and resist. Let's show them how this product can impact strength. Okay? What I want you to do is grip my fist tight. Okay, I'm gonna push straight down. I want you to resist. Do not let me push you over, all right? So make sure when you're pushing that you're not pulling away, but you're pushing straight down. All right, so same thing again. We're gonna put the product on, and once again, it doesn't matter. The fact that he's wearing which wrist doesn't matter. As long as it's within his body's energy field, it's gonna function. All right, here we go. Now let's do the flexibility demonstration, Nicola. All right, for this one, we're gonna have him start facing the camera so that you can understand it, and then we're gonna allow the camera to mark his rotation. So what you would like to do is, again, feet together, same position as always, right arm straight out, okay? Pointing straight ahead. So for the sake of this, turn and face away. All the way for me, okay? Now what I want you to do is rotate back as far as you possibly can. Mark the point with your eyes, trace your arm with your eyes as far as you can. The same thing for me. شفتوا قديش شغلة عملية وهينة، وإنما
فعليا هي هالقد الباور بالانس باند رح تقدر تعطيكم صحه جيده، اداء سليم، وطبعا توازن خلال كل النهار. ومجرد تكونوا لابسينها بايدكم حتى اذا كنتوا عم تتسبحوا ما بتاثر بالوانها المختلفه الحلوه، وفيكم تنقوا القياس اللي بتناسب مع ايدكم رح تقدروا فعلا تكون نهاركم مرتاح، نهاركم كله طاقه ايجابيه، ونهاركم متوازن ان كنتوا عم بتسوقوا عم تتسبحوا او عم تعملوا حيلا رياضه انتم بتحبوها. الباور بالانس باند الاصليه موجوده من خلال لابوتيك الاثنين بالسعر يلي عم يمر قدامكم على الشاشه، وباثنين موديل مختلفين ان كان الرابر او السيليكون باند او بالشكل يلي هو منشفه. سعر الاثنين عم يمر قدامكم على الشاشه، فما لكم غير تتصلوا فينا على 79100225678 9، ونحن بنوصلكم اياهم وين ما كنتوا بلبنان خلال فتره 3 ايام. واذا كنتوا خارج الاراضي اللبنانيه كمان فيكم تتواصلوا معنا وبنأملكم حيلا طلبيه بدكم اياها باي بلد انتم موجودين فيه. رح ننتقل لنحكي عن الكلينسو يلي هو من ميتسوبيتشي. مسيو داغر صار موجود معي، اهلا وسهلا فيك مسيو داغر. خبرنا اكثر اول شيء عن شركتكم بالبدايه ليكون عن جد العالم عندها ثقه كبيره فيكم مثل ما نحن عندنا ثقه كبيره بحضرتك. نحن اراتيل جروب صرنا بنتعامل مع اليابان اكثر من 55 نعم. سنه، ونحن وكلاء لهالفلتر واعطينه حصريا لللابوتيك. نعم، هيدا الفلتر مجمع ومركب باليابان صح؟ نعم. خلينا نشوف فيديو انا وياك وبنرجع بنحكي بالتفصيل وبنشوف الاختبار على الهواء. You wouldn't expect an ordinary water filter to filter out the color from liquids, but then CleanSui is no ordinary water filter. CleanSui, Japanese for clean water. In Japan, CleanSui is rated number one for filtration performance. The secret is CleanSui's unique hollow fiber membrane. First of all, the high-grade activated carbon with ceramic layer removes odors by absorption, but also eliminates trihalomethanes. Then, particles that are too small to be caught in the activated carbon layer are removed by CleanSui's unique hollow fiber membrane. The fine pores of the hollow fiber membrane are only 1/10,000th of a millimeter in diameter, and can remove particles as small as bacteria, including E. coli. CleanSui's hollow fiber membrane filter is so effective, orange juice turns transparent after filtration. Tap water containing red rust can also be turned transparent. But importantly, CleanSui allows the beneficial minerals that are prevalent in tap water to go through. CleanSui. Clean water every time. مثل ما شفتوا مشاهدينا بالفيديو انا وياك مسيو داغر شفنا الطريقه اللي يعني التقنيه اللي مصمم فيها هيدا الفلتر، وانا دائما التجربه على الهواء هي خير برهان انه هيدي المي رح تتحول من مي ملوثه لمي صحيه معدنيه صح؟ صالحه للشرب صالحه للشرب صحيح. خلينا نحكي عن الفلتر وبنرجع بنلوث المي، اليوم جايب كل شيء ميت من بكتيريا. هذا الفلتر مثل ما حكينا ميتسوبيشي اكيد، ومكون من كذا مرحله بتقطع فيها المي. نعم. اول مرحله هي الفحم، الفحم بشيل طعمه، ريحه، لون، بيرجع لانه تريتد مع سيراميك، وهيدي الشغله بيتميز فيها فلتر الميتسوبيشي. نعم. صار بيقدر يفكك لك المواد العضويه. أوكي. يلي منها الكلور، منها كل شيء ديترجان، كل شيء. نعم. بيستسايد اللي هي يمكن نستطعم فيها، وانما هي بتضر اكثر حتى لو ما كنا عم نستطعم فيها. مزبوط. ننزل بالمي. اوكي مزبوط. بيرجع بيقطع عبر الهولو فايبر ممبرين، هيدا القلب تبع الفلتر، يعني هيدا اول شيء براءة اختراع لميتسوبيشي مش موجود بغير فلتر، وثاني شيء اهم تكنيك انوجدت لحديت هلا تعالج البكتيريا والجيرمز وكل هالقصص هول. هن كنايه عن شرايين كثير رفيعه بتقطع المسام عبرهم 0.01 ل 0.1 ميكرون، يعني اصغر من اصغر بكتيريا ممكن تكون موجوده بالماء. ان كانت عايشه او حتى ميته ما بتمرق 100%. اوكي 100%. وانما المعادن بتمرق مش هيك صالحه للشرب. مظبوط. المعادن اصغر منها الملح اكيد ضروري. أوكي. نشدد انه
مع انه نحن ما رح نحول مية البحر، بس جيب لي كل شيء ممكن لاقيه بالبحر. رح نحط القريدس والسمك بالمي، لانه اكيد البكتيريا اللي فيهم الميته او العايشه هي بكتيريا بتسمم. مزبوط. اوكي، نحن عم نجرب نلوث قد ما فينا المي. اول شيء هنحط سمكه، ما تقوم تعيش. اوكي، جايبين قريدس اليوم. مش فن الطبخ هيدا. طول عم يحضرنا غبي هلا انه شو بده يصير بهالمي. هو اذا كان معنا رح يغبى من الريحه. ايه هلا الريحه رح ما رح تبقى بالمي صح؟ اوكي، هلا صدي. يعني اكيد نحن مش رح تكون هالقد المي ملوثه عندنا بالخزان، بس نحن عم نضخم الامور لانه ممكن البكتيريا يلي هلا موجوده بالسمكه هي تكون لحالها اصلا موجوده بخزان المي، مش ضروري يكون في سمكه بخزان المي. هو المشاهدين لو بيعرفوا وين عبينا المي بيقولوا لنا اكيد ما في لزوم بقى نلوثها. صح، رح نحط حبر، بس هيدا الشيء يعني ضروري لتبين بالعين المجرده هالشغله. هلا انا بس ضروري ارجع اذكر انه هيدا الفلتر مش بيركبوه على مي الشرب، فيهم يركبوه على مي نازل من الحنفيه العاديه اللي نحن اصلا بنجلي فيها. مزبوط، يعني مش انه ما نخصص له حنفيه بس نفس المي. بس ضروري انه لما بيتحول على الفلتر ما تكون المي سخنه، تكون المي عادي. اوكي، فاذا هلا شو عم بصير؟ الفلتر له ثلاث وضعيات، نحن عاملين مثل اكواريوم. اوكي، حطينا نعمل اكسبيرينس مشان المشاهدين تشوفوا التكنيك تبع هالفلتر. نعم، المي له ثلاث وضعيات، اول وضعيه هي مي عادي فينا نستعملها للجلي للتنظيف لو شو ما كان. هيك التكنيك المرشه ثاني وضعيه لغسيل الخضره مثلا. مزبوط. وثالث مرحله هي الفلتر. هيك بهالسرعه. مزبوط بهالسرعه، بس المي قلت ليش؟ مزبوط، اول شيء منا عم نستعمل شيء كهرباء ولا مواد كيميكلز تنفكك، بدها تقطع من كذا مرحله مشان هيك طبيعي بتخف. فاذا هذا شيء نورمال. هلا رح تعبي لنا مي هيدي غير صالحه للشرب، هيدي مليانه بكتيريا ملونات ملوثات، يعني حتى هيدي اذا جلينا فيها ممكن تقتلنا اذا جه على المدى القصير على المدى. هلا هيدي المي اللي رح تنشرب مفترض ما يكون فيها لا زنخه سمك ولا لا بكتيريا، لا ريحه لا طعمه ولا لون، ولا لون ولا بكتيريا ولا جيرمز ولا. انا اللي بدي اشرب قبلك اليوم. يلا انا رح يعطوني شير بجابان. شغله كثير مهمه انه هيدي مي 100%. مي يعني انه لو شو ما حطيت بقلبها رح تبقى عم تتحول لمي معدنيه صالحه للشرب 100%. هيدا الشيء الاساسي. قد ما لوثنا المي قدامكم على الهواء لنفرجي قديش فعالية هيدا المتسوبيتشي الكلينسو، ومثل ما مسيو داغر دايما بيقول ضروري يعني يكون موجود بحيلا بيت بلبنان. اول شيء لانه المي بتخف بالصيف، ولانه المي عم تتلوث هي ونازلة بالاساطر يلي صار لما بعرف دهر مرقة بالارض. اليوم بوجود هيدا الفلتر بكل بيت رح نقدر نشرب مي معدنية، ما بقى رح نشتري مي بالجالونات، ولا بقى رح نعطي الهم المي اللي فاتت لعنا على البيت. 100%. وضروري نشدد على شغله، نحن جسمنا مكون من 80% من المي. نعم، يعني معرضين نتلوث 80% من المي اكثر من غير قصص. صحيح صح، مشان هيك ضروري المي تكون صالحه للشرب. مشان هيك بنقول فلتر متسوبيشي هو شغله اساسيه يعني مجبوره تكون موجوده بكل بيت. والسعر يعني مثل ما عم نشوف $220 ما هو قد هو سعر مدروس. مزبوط، ما بعرف 3-4 أشهر مي عم نشتريها. بنغير الخرطوش قدام المشاهدين ومن بعدها بنتوقف مع بريك. خلينا نشوف بالاول في الخرطوش بنسكر بنغيرها بنسكر الحنفية. اوكي، هلا هون مبين مثل شباك صغير. نعم، قد ايه صارت مستهلكه الخرطوشه. بنفكها، وكل خراطيش فيكم مشاهدينا كمان ياخذوهم عبر لابوتيك. عبر اللابوتيك هي كثير هين، ما بده لا سنجري ما بده شيء، بتحطيها بتبرميها صارت خرطوشه جديده. فاذا هيدا كان كل شيء بالنسبه لكلينسو. انا بتشكرك، اهلا وسهلا فيك. أهلا. بريك ومنتابع. أهين طريقة وأأمن طريقة أن كنت نطفو فيها الدجاج السمك وحتى كل أصناف الخضرة والفاكهة هي الأوزونيتر. مثل ما دايما منشوف الاختبار على الهواء، الدجاج من بعد ما نشتريه ما ضروري بقى ننطفه بالصابون البلدي ولا بالملح ولا بالخل ولا نجليه، منحطه هيك بهالشكل بالماء ومندور عليه الاوزونيتر. الاوزونيتر هي هيدي المكنه يلي رح تضخ الاوزون، الاوزون يلي هو مركب الاكسجين يلي رح يروح ويفكك
كل المواد الجرس، كل الانواع الجراثيم الفيروسز البكتيريا يلي اصلا الدجاج او الخضره او الفاكهه معرضه لها قبل القطف او قبل السلخ، ومعرضه لها من بعد ما صارت بالمسلخ او بالسوبر ماركت. اليوم بوجود الاوزونيتر ببيتكم اول شيء رح تصير طريقه تنظيف الخضره منها هم، لانه كل الخضره رح تحطوها بجات واحد تدوروا عليها الاوزونيتر، وبطريقه كثير هينه رح تضمنوا انه الاكل عم بيصير معقم ونظيف. الأوزونيتر موجود من خلال لابوتيك بالسعر اللي عم يقدمكم على الشاشة، رح نرجع نشرح عنه بالتفصيل بعد شوي. خلينا نشوف فيديو بعرفكم أكثر عن السمارت تاول، كيف هالمنشفة رح تغنيكم عن كل المناشف يلي بتزقوها معكم على البيسين وعلى البحر. شوفوا معي هيدا الفيديو. Forget the old habits during your leisure time. No more hands taken or towels falling down. At home, at the gym after showering, or at the beach, let the soft smart towel do its role in just 3 seconds. Elegant, compact, and ultra-absorbent, the smart towel is a patented product that will help you relax with practicality and style. Let yourself go with no worries. Have both body care and well-being. Smart Towel is really comfortable and fits perfectly tall body sizes, S, M, or L, without elastics, fasteners, or buttons. Moreover, it provides a very useful kangaroo pocket for your belongings. It is made of soft microfiber terry. It is machine washable and dries 3 times faster than traditional towels. It doesn't need ironing and it is ready to use in no time. Toga or tunic, choose your style with Smart Towel, the towel you can wear. فإذا مثل ما عم تشوفوا مشاهدينا بالفيديو، هالقد عملية وهينة موضوع هالمنشفة يلي معمولة من المايكرو فايبر وهي صناعة تليانية. فنفس المنشفة يلي رح نلبسها ونلبسها مثل الباريو أو مثل الروب على البحر، رح نقدر ننشف فيها جسمنا، ومش بس نحن ما ننشف فيها جسمنا، هي لحالها لأنه معمولة من المايكرو فايبر رح تشفط المي عن جسمنا. وقد ما كانت رطبة ورغم وزنها الخفيف يلي هو 375 جرام رح تنشف بوقت كتير بسرعة، وبالتالي يعني من بين لا تنزلوا على البيسين وتطلعوا بتكون منشفتكم صارت ناشفة حتى لو ما كان في شمس كتير قوية. هالمنشفة عملية كمان لأنها خفيفة، لأنه هي ذاتها رح تساعدنا إن كان على البحر أو بالحمام، لأنه خفيفة ولأنه ما رح نحملها معنا رطبة، وبالتالي صار فيكم تاخذوا منشفتكم مرتاحين، مناشف للأولاد مرتاحين، ما بقى عندكم حملة ثقيلة على البيسين. موجودة هالمنشفتين، برجع بذكر سمارت تاولز هن تليانية الصنع، موجودين من خلال لابوتيك بالسعر يلي عم يمرق قدامكم على الشاشة. رح ننتقل لنستضيف معنا مسيو مارون أبو جودي، وطبعا هو صاحب الاف سي ار انشورنس جروب بالتعاون مع سابا انشورنس. في عندهم باكج كتير حلو وكتير مرتب لكل الزباين يلي بهمهم الانشورنس. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك مدام بلونك. دايما الانشورنس شغلة صارت أساسية لنحافظ على سلامتنا، سلامة ممتلكاتنا، ووقت يكون السعر مثل ما موجود من قبل اف سي ار انشورنس جروب وسابا انشورنس سيرفيسز عم بشجع الناس اكثر انهم فعلا يامنوا على سلامتهم وصحتهم وسلامه عملهم. صحيح مدام بلونش. اول شيء صباح الخير لحضرتك ولمشاهدي اللابوتيك من خلال وعبر شاشه الاسير اللي هي الالبسي. نحن كاف سي ار انشورنس جروب وبصفتي انا المدير مش صاحبها، نعم. الله يخلي صاحبها السيد كميل سعد، نعم. الله يخلي لنا اياه. مع سابا انشورنس سيرفيسز جينا فكرنا بطريقه وبباكج لحتى نعطي المواطن اللبناني الطمأنينة وراحه البال على صحته، نعم. وعلى ممتلكاته. بقى جينا من بعد اكيد ابحاث وتفتيش على شيء يكون ضمانة كاملة، نعم.
لا هالإنسان اللبناني. فكرنا بالباكج اللي هي الباور فاميلي. الباور فاميلي هي كناية بتغطي رب الأسرة، الزوج والزوجة وجميع الأولاد قد ما يكون عددهم تحت 18 سنة. نعم. بأسعار ثلاثة مختلفين حسب الفئة العمرية. صحيح. وإنما رغم هيدا السعر القليل عم بيكونوا يعني الأهل الأب والأم والولاد كلهم ما دون 18 سنة ضمنا مغطيين استشفى. يعني هيدا سعر لحاله لازم يكون يعني 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 بحب اقول لك انه هيدا اكرام للبوتيك هو السعر اقل من العادي حوالي 600 دولار. نعم. يعني 600 دولار اليوم بتعرفي يعني بتاثر كثير، هي 6 دولار وعم بتاثر معنا بقى كيف 600 دولار. صحيح. فاذا شو بغطي هذا الباكج، شو تفاصيله؟ نعم. هلا الفئه العمريه هي عملناها من 18 لل 35، من 36 لل 45، ومن 46 لل 55. نعم. هلا الباكج هيدي هي الاستشفاء بتغطي لكل فرد من العائله لحدود ال 75,000 دولار. نعم. بالسنه اكيد. نعم. استشفى 100% 100% داخل المستشفى مع الامرجنسي كيسز، يعني حالات الطارئه اللي بتصير كمان مغطى 100%. نعم. بلس عندي كوني اللي هي الاوت اللي هي جميع المختبرات يعني والفحوصات الخارجيه. نعم. من اي ار ام سكانر الى اخره. كمان الام والبي والاولاد كلهم تحت 18 سنه. كلهم تحت 18 سنه وبتغطي لحدود 90,000. نعم. 90% سوري، وبدون ليميت. أوكي. يعني ما عطينا ليميت لا $1000 بالسنة أو 2000 بدون ليميت. إن شاء الله بيعوز 75,000 الله لا يقدر، نحن كمان بالأوت بستدين. نعم. إنه نغطي هالشيء. هلا جينا كمان لحتى خلي هالمواطن رب الأسرة يطمئن أكتر إذا كان رب عمل. نعم. يعني اليوم إذا كان هو صاحب مهنة، نجار، حداد، ميكانسيا، كراجيس، تحيّل له شيء يعني. جينا عطيناه كمان استشفى ضمن عمله مهنته. ضمن مهنته لا سمح الله إذا صار له شيء بعمله كمان مغطى استشفى وكمان مغطى أوت. نعم. يعني عطيناه كمان الإن والأوت داخل هالباكج هيدي. أوكي. اللي هي بتغطي على 10,000 دولار. يعني حوادث الشخصية هي 10,000 دولار بلس. كمان رجعنا عطيناه كمان بوليسة لايف ضمن هالباكج هيدي اللي هي دجا بتغطي وفاة لا سمح الله من جراء أي حادث. نعم. كمان بقيمة 10,000 دولار. فإذا يعني صار محاط رب الأسرة من كل الجهات. الأسيرانس عم بتضمن له يمكن استمراريته بالعمل وبالصحة. شو الهدايا كمان؟ في هدايا غير أنه 60 دولار وفرون هالعائلة. شو كمان عم يطلع له؟ كمان الـ FCR Insurance Group السابق Insurance Services جينا قدمنا ثلاث هدايا. هالثلاث هدايا هني قيمين. أول هدية بدرجة أولى اللي هي كمان تأمين سيارته على 250,000 دولار ضد الغير. أوكي؟ أوكي. يعني هيدي كمان هيدي هدية كمان مش بس صحته. أي. كمان سيارته، حتى سيارته أو سيارة مدامته. نعم. هن بيختاروا سيارة من سيارات. صح. لأنه الأولاد أكيد مش هيكون عندهم سيارة لأنه دون 18. نعم. اوكي. هلا في عنا كمان اللي هي الهديه الثانيه واللي هي كتير كتير مهمه من شركه متسوباتشي مقدمتنا اياها كمان اللي هي CO2 اللي فوت باث ثيرابي. يعني اي انسان معه لا سمح الله نشاف بالاطراف يعني بالايدين وبالاجرين. نعم. من جراء السكري، من جراء التدخين، من جراء اي مرض يعني بتخلل هالشرايين. نعم. هيدي هل عندنا نحن مكنه ماشين، هالماشين هيدي هي بتفتح هالشرايين. صحيح. اوكي. حتى انه اللي عامل بوليسي معنا باور فاميلي معنا اذا هو ما عنده سكري حدا من قرايبه او من جيرانه له حق كمان يجيرها ويستفيد. هي 200 دولار عم نحكي عن 10 جلسات كل جلسة 20. أوكي. دولار يعني كمان 200. نعم. يعني 200 و600 صاروا 800. صحيح. وعندك السيارة 100 900
وبعد فيه كمان بعد فيه هدية اللي هي الفحوصات المخبرية دم وما شابه. نعم. يعني فحص شامل. الفحص الشامل هي كل سنة عند أوكي. التجديد بنقدم له إياه نحن كمان كادو هيدا. نعم. من لابوتيك. فإذا تسهيلات كتير كبيرة ومشجعة للناس إنها تقدر تعمل إنشورنس بلس في عندكم التقسيط يلي كمان بشجع الناس أكثر. صح صح. هلا جينا كمان لحتى أكثر من هيك نروح معه للبناني لأنه منا وفينا والدم بحن. نعم. مش هيك هيك بهيك بيقولوا لهالسبب جينا قررنا أنه كل سعر كل برايس بيدفع 20% دون بيمنت أول دفعة ومقسط الباقي على 10 أقساط. عزيز. يعني صفة 11 شهر لأنه إذا دفع هلا بتمشي البوليسة بعد ساعة دايركتلي. أوكي معناتها لحتى الدفعة الأولى بتبلش بالتاني شهر يعني قصتنا له إياها 11 شهر يعني من كل الجهات يعني ريحونا حوطنا أهلا وسهلا فيك أستاذ مارونا بجودة مثل ما عم تشوفوا إذا مشاهدينا بتختاروا أنتوا بأي فئة عمرية وبالتالي فيكم صرتوا تعملوا الانشورنس اليوم بتتصلوا فينا وبتحجزوا الانشورنس الخاصة فيكم كمان في عنا مفاجأة كتير حلوة ترونا جمعة الجاي أوكي فإذا أنا بدي أتشكرك أهلا وسهلا فيك مرسي خلينا مشاهدينا ننتقل ونحكي عن تايني إكسترافاغانس اللي كمان المجموعة الكبيرة من الأرتيزانة بعدها موجودة عبر لابوتيك واليوم رح نحكي بالتفصيل عن الأساور يلي كمان هن من تايني إكسترافاغانس وهالأساور يلي الحلو فيهم مش بس الديزاين تبعهم والأحجار يلي هي مستوردة من فرنسا وإيطاليا إنما كمان الكفالة يلي عم تعطيها تايني إكسترافاغانس على هالأساور واللي هي كفالة مدى الحياة وهيدا بدل إنه المعدن البرازيلي يلي مصنوعين منه هالأساور بمختلف ألوانهم إن كان اللون البرونزي أو اللون الذهبي أو اللون الفضي هن مكفولين مدى الحياة إنه ما بيصدوا ما بينتزعوا ما بيتغير لونهم ولا بيحل لونهم على البو تبعنا مثل ما عم نشوفوا مجموعة كبيرة من الأساور عم نشوفهم قدامي فيكم تختاروا ما بين ثلاث ألوان من الأخضر وثلاث ديزاينات مختلفين والأسوارة السوداء مع الذهبي إضافة للأساور الكبيرة يلي هن زيتهم فينا نكون لابسينهم على سهرة بين أصحابنا أو على سهرة عرس أو إذا كنا نحن العروس بنفس الوقت فينا نكون نحن عم نتزين من تايني إكسترافاغانس فيكم تختاروا الأسوارة يلي بتعجبكم عبر اتصالكم فينا على 79-100-225-678 و9 ونحن بنوصلكم إياها من خلال لابوتيك طبعا من دون أي تكاليف إضافية برجع بذكر تايني إكسترافاغانس فيكم تعملوا لها لايك وضروري تعملوا لهم لايك على الفيسبوك وشوفوا قديش عندهم أشياء حلوة ارتيزانال فاشن فيوجن ارتيزانال مع هالستات يلي بنوجه لهم دائما تحيه عبر لابوتيك يلي عم يعطوا من وقتهم يلي عم يعطوا من ذوقهم حتى يزينونا بيوتنا ويزينونا نحن بنفس الوقت فاذا هيدا كان كل شيء بالنسبه لتايني إكسترافاغانس رح ناخذ وقفه للاعلان وبنرجع لمتابعه الحلقه خليكم معنا أنا حضرت الأوزونيتر قبل الانترفيو لتشوفوا فعلا الدجاج يعني هلا بعد في دقيقتين حتى 15 دقيقة هو فخدين دجاج شوفوا قد ايه طلع منهم مواد كيماوية يمكن بالمسلخ استخدموها حتى ينطفوها ويأمنونا إياها على بيوتنا ويمكن مع يعني التعرض لحرارة باردة وسخنة أكيد الدجاج رح يتلوث اليوم بوجود الأوزونيتر مثل ما شفتوا على الهواء القوة يلي طالعة من الأوتروا لزقت على كل الجيرمز والفيروسز واخذتهم على جنب مثل ما بتشوفوا الرغوه مش موجوده بكل الجار جذبتهم لميله وحده اللي هي اقرب شيء للمحل يلي عم ينضخ فيه الاوزون وبالتالي كل هيدا الرغوه يلي موجوده ان كانت فيروس ان كانت مواد كيماويه مضره او هي موجوده اصلا بقلب الدجاج انزاحت على جنب المي البقوي هي مي مفعمه بالاكسجين الاو 3 او الاول فلت لحالها رح تلزق وتفكك وتحلل كل الجراثيم يعني مش بترك الفيروس بقلب المي لا خلص راح الفيروس تحول وتغير تغيرت طبيعته وباقي الدجاج مثل ما عم نشوفه ابيض ونظيف فمثل ما عم نشوفك كان عم بيسالني كيف ما رح تلزق الرغوه هيدا المبدا يعني كلهم قعدوا على فرد ميله هيدا الدجاج خلينا فاذا اول شيء لون الدجاج اكيد صار ابيض اكثر غير انه بتحسوا البو تبعه نطفت هلا انتم بالبيت بس بتعملوا هيك بتنسحب كلها هيدي ما بتحترق لا تحرق ولا تغرق ما بتحترق يعني اذا يعني هذا الدجاج اذا عم ينشوى
حتى على الفحم مثل ما بتقولوا يعني النار بتطهر، حتى هيدا الشيء ما بيحترق على الفحم. مش يعني اذا شويتوا الدجاج وما نظفتوه بالاوزونيتر رح تروح الميكروبات اللي فيها، ما بيحترق يعني، بتنشف المي اكيد من حراره النار وانما ما بيحترق. فانتبهوا عن جد ان كنتوا انتوا ببيتكم عم تاكلوا هالاكل او بالمطاعم استخدموا الاوزونيتر. اول شيء برجع بقول انه انتوا ما بقى بتفكروا شو بدكم تعملوا وسيله لنظفوا المأكولات. هيدا الشيء بينطبق كمان على الخضره، على الفاكهه وحتى على السمك. نظفوا دائما بهالشكل، اول شيء مثل ما شفتوا مجوينا المجله بس الجات، والجات وقت تكبوا المي ما فيه لا ريحة دجاج ولا ريحة زفرة ولا ريحة فيروسز وبكتيريا. فكمان المية اللي رح ترجعوا تكبوها بالمجلة ما رح تلوث لكم المجلة، هيدا عم بحكي خاصة عن الدجاج. وبتكونوا عارفين انه هيدا الدجاج اذا انسلق وانتاخدت منه المرقة ما بتضر، يعني انتم ما لكم بحاجة تغلوا الدجاج وتكبوا له زومه، خلص صارت هيدي هي الطريقة. الاوزونيتر مش بس بيشتغل هيك على المي، بيشتغل نفس الشيء على الجو. اذا كان عندنا غرفة فيها ريحة عطنة، فيها ريحة بويا، طرشين جديد، منطفين جديد، شلنا السجاد، بدنا ننظف، بدنا نعقم، فينا نعمل هيدا الشيء. بس بدنضخ الهواء الاوزونيتر من خلال الاوزونيتر مباشرة بالأوضة وبالخزانة، وهيدا الغاز هالأوزون رح يلزق على حتى روايح الدخان، روايح البرفيومز، روايح العطنة، ويفككها ويحللها. الاوزونيتر عن جد هي ماشين أساسية بقلب البيت، حطوها هيك على المجلة وحطوا كل الخضره بجات كبير ودوروا عليها الاوزونيتر، وفعلا رح تكون اول شيء الخضره عندكم صحيه صارت ورح تضاين لوقت اطول. الاوزونيتر موجود من خلال البوتيك بالسعر يلي عم يمرق قدامكم على الشاشه، اضافه على الرقم يلي موجود خاص باربيل، فيكم تتصلوا فينا وتحصلوا عليه. اخر اوزونيتر وهو اوزونيتر نفس المبدا، وانما هون ما عنا بقى نبريش، عنا اوزونيتر ادابتر بتركب دغري على الحنفيه اللي اخترته انها تكون عم بتنزلكم دائما مي نظيفه، مي اوزونيتد ووتر، اوكسجينيتد ووتر. هيدي المي رح نعوزها لننظف فيها الخضره، الدجاج، الفاكهه، حتى ننظف فيها وجهنا وبشرتنا، واكثر من هيك حتى نستحم فيها اذا بدنا، اذا عندنا مشاكل جلديه كمان فيها تعالجنا. موجود الاوزونيتر من خلال البوتيك بالسعر ايضا يلي عم يمرق قدامكم على الشاشه، 79 100 225 7 8 و9، لانه بنت اللي عمرها 6 سنين قالت لي ليه بتقولي و9؟ لازم اقول و9، هيدي بس كرمالها. موجود اذا من خلال البوتيك بالسعر يلي عم يمرق قدامكم على الشاشه. رح انتقل بسام، صار موجود معي، اهلا وسهلا فيك بسام. كمان اولادك بدققوا بطلالاتك على الهواء، عم بدققوا بالبرودوي اللي عم بيبيعوا. بصححوا لك ولا بيعطوك افكار؟ بيصيروا يسالوني عن البرودوي او يلقطوا لي شي شغله ما قلتها. انا عندي بيتخانقوا بالبيت مين بده يسكر بالفوم فوم، هيدي يعني الاناناز اسمها فوم فوم هالقد هينه، يعني حتى ابني اللي عمره 2 ونص قادر يسكر الكيس من بعد ما ياكل كورن فليكس. فيني اعلمك علوميه اذا بدك تقصصي؟ انا بس بدي اقصص ابني بعطيه يشتغل بالهاند فاكيوم، بيكون كيس كبير فتاخذ وقت معه. لا انا ضد العنف. اوكي يلا. خبرني اكثر عن الاليناز واهميتها. الاليناز يلي هي بتفرغ الهواء من الاكل، اوكي، عم نعمل فاكيوم نحن مشان نحفظ الاكل، نحفظ له طعمته، يضاين اكثر، اوكي؟ بيضاين 5 مرات اكثر، ان كان عم بتفرزي فريزر او براد او بالخزانه، يعني أوكي. كله بيعيش 5 مرات اكثر، اوكي؟ نحن عندنا كيس لها خصوصي مع صباب، والكيس كلها يعني معموله سيف فور فود، صحيح، بتستعمل للاحتكاك بالاكل ما في مشكله ابدا. أوكي. الكيس بغسله بستعمله 30 مره مزبوط. ما عندي مشكله ابدا، بنغسله وانا بالراب بقلبهم هيك بالقلب لنشفه، بتحطيهم بنشفه بترجعي تستعملي. عندنا 4 قياسات واربع قياسات كونتينرز كمان اللي هن بي سي تي جي، اهم ماده تستعمل للاكل، وكلهم فيهم أوكي. فالف من خلال الفالف انا مشان يسحب الهواء ما يرجع ياخذ لجوا الهواء، اوكي. رح نفرجي المشاهدين شغلي، انا مثلا هون عامل بصل، عامل ثوم، هلا هو مش رح نفتحهم هون بلا ماشي، بس مشان اذا ست البيت بدها تعزل الروائح يعني، انا مقشر البصل، اوكي، مقشر الثوم حاضرين، ما في ريحه، هيدا شغله ابدا ابدا، وست البيت فيها تحضر طبختها، يعني بصل، ثوم، لوبيا، شو بدك، ورقيات. حتى الثوم بسام اذا ندق ونحط بالكيس فينا ناخذ ملعقه ثوم، يعني هيدا بنكون نحن محضرينه كمان، بضلوا طازه، بضلوا رطبين، بضلوا ترايا، اوكي. نحن هلا نحن الرطوبه اللي عم نشوفها لانه شايلينه من البراد، صح. خبرنا اكثر، يعني شو ممكن الاكل يلي ينضب بهالكياس؟ كل شيء بتتصوري. هلا في اشياء طبعا مش بالكياس، بدها تروح بالكونتينرز، لانه الاشياء اللي ممكن تنمعص او تكون فراجيل وتكب مي لبرا ما فيني انا امعصها بالكيس، بحطها يعني مثلا انا مدامتي بتفرم بقدونس
بتغسلوا بتحضروا بتنشفوا بتحطوا بالعلبه بالعلبه بضلوا جمعه بدها تعمل طبوله بعد جمعه بتشيل بعدهم مثل منهم. فاذا كمان هيدي شغله مش بس للتوظيف بالمرتب بالخزانه انما كمان لحفظ الماكولات وتسهيل عمليه الطبخ. تحفظيهم ما بتعود تكبي يعني بالملفوف اذا قصيتي ملفوف بعد شوي بيسودوا. نحن بنقص الملفوف ده عملنا تيست على الملفوف وقد ايه ضلت وجربناها بالليد بالجات اوكي مشان تحضري سلطه يعني بضلوا طازه بتغطي. فاذا مجموعه كثير مهمه انها تكون موجوده عندنا بالبيت برادنا بضل مرتب بضل نظيف والمأكولات بتضل مضاينه اكثر وما بتحول يعني بتتحول حواليها المي لتلج لانه خلص انسحب الهواء منها. العلب شو اهميتهم هون حاطط كيك انت بالعلبه شو بضاين مثلا؟ العلب بضاين يعني انت بمجرد ساحب الهواء بتضل فريش بتشيليها بعدين هو بيحمله 20 درجه تحت الصفر و50 درجه فوق الصفر يعني حطيها مايكروويف او حطيها فريزر ما عندك مشكله ابدا ابدا ما في مشكله. فاذا كمان بكره يعني بيطلع علينا شهر رمضان المبارك كمان لكل السيدات يلي يمكن يوميا عندهم زوار ببيوتهم صح صار فيهم مره بالجمعه يحضروا كل الاطباق وكل الاصناف يعزلوا منها الهواء ان كان الاكياس او الكونتينرز ويستمتعوا يمكن بسفره رمضانيه نظيفه ومرتبه ومنها خضره تبعها مصفر. مهم يعني تحضر لكذا يوم فرد مره يعني. فاذا المجموعات مقسمه لثلاث مجموعات بالبدايه الالينز اللي هي بتشتغل على الكهرباء وعلى البطاريه مع 5 كيس بالعلبه 10 كيس اضافيات مثل شفناهم انا وبسام على الهواء. الغطاء اللد يلي رح تستخدموه لتسكروا فيه حيلا علبه عندكم اياها بنفس الحجم يلي بيمتد بال يعني الشقف البيضاء يلي عم نشوفها وين ما اجى الجات او الصحن رح تقدر تعزل الهواء بلس الكونتينر المبروم لحفظ الاكل الكراكرز التشيبس او حيلا صنف ثاني من الماكولات حتى السوائل وعندكم الكونتينر المستطيل. مجموعه كثير حلوه من خلال بوتيك مع هديه كمان على 79100225789. بنتقل لنحكي عن ثاني مجموعه وهي كنايه عن الالينز اللي بتشتغل فقط على 4 بطاريات ومع الليد الكبير كونتينر مبروم كونتينر مستطيل و15 كيس بما فيهم الخمسه اللي موجودين بالعلبه الاساسيه. هديه على 79100225789. بنتقل لاخر مجموعه يلي بسام قال بتعب انا كثير بحبها الهاند بام. مش بتعب بس انا بقصد قصده يعني وقت بعطيه كيس كبير بدها شوي وقت غير اللي عم تسحب على السريع على الكهرباء تاخذ وقت هيك شوية قصاص على الخفيف. فإذا هيدي حلوة كمان على الرحلة حلوة نكون معنا بال وين ما رحتي بتعزيها عن جد يعني بنسكر فيها الأكل. موجودين من خلال لابوتيك هن 30 كيس كونتينر مبروم غطا للبيض تعليقة خاصة بالهاند بامب والكليب هدية عبر 79100225789. هونيك القصاص العظيم إنه وقت نعرف شو في بالأكل شي بيضرنا او يمكن بفيدنا وهيدي بتبطل اساس. خبرنا عن نوتريشنال سكيل. نوتريشنال سكيل يلي هو ميزان عادي كثير دقيق جرام جرام بيطلع في نزين لل 5 كيلوغرام يعني شغله جرام بقدر زينها لك قد ايه وفي بقلبه ساعه وعندي كاونت داون تايمر هيدا الاساسيات. هلا المخبى فيه بحط اول شيء باخذ الميزان فيني اخذ جرام كيلوغرام زين او ليبرا او اونصا انا بنقي. هلا نحن بتصور اخذين الجرام لجرام اليوم راح زين بندوره كلهم سوا اوكي هو طلعوا 733 جرام اوكي شو في هون شيء بغزين البلد الكتالوج يلي جاي مع الميزان من برا فيه 999 ايتم كل الكودات لكل شيء متناوله أوكي. هلا بلبنان عملنا كتالوج صغير نحن للاشياء اللي بنستهلكها مثلا بدي اخذ البندوره عندي بندوره ني في يعني بقدر اخذ كثير بندوره كرزيه ني يعني التومات سوريز بيفرق عن هيدا لك قد او صلصه بندوره او بندوره مهروسه بالعلب أوكي. حسب أو شو انا يعني كل الاحتمالات موجوده بندوره نيه اللي هي 947 بجي انا بحط له الكود صح 947 هلا تعرف انه هو بندوره بدي اشوف هلا بلش جزئهم انا شو فيهم كالوري مثلا فيهم 154 كالوري كلهم هو ملح فيهم 66 ملي جرام بروتين 8 جرامات فات 4 جرامات كربوهيدرات مثلا 32 جرام ونص كوليسترول ما فيهم وفيبر فيهم 8 جرامات وشوي. فاذا صار فينا اعرف انا هالبندوره اذا عم بكلها لحالها هالقد فيها مواد بتغذيني او قديش فيها سعرات حراريه. اما اذا كانت البندوره هي جزء من طبخه بس من طبخه شو فينا نقول لوبي بزيت مثلا هو البندوره بدي احطهم بالطبخه انا حطيتهم حطيت الكود وشلت بكبس ام بلس شلتهم جبت اللوبيا
زنتون كود للوبيا. خلينا نستعمل مثلا فرضنا التوم او أوكي. بدك كودات انت ايه ما هو بدك تحطي الكود اوكي يعني هل قد بسيطه الشغله اوكي بتحطي الكود حطينا نعم. اللوبيا حطينا الكود شو بعد عندي مثلا البصل حطيت أوكي. الكود الزيت هو أوكي. مكونات الطبخه اخر شيء كل شغله عم حطها بكبس لها ام بلس تاخذ ميموار زياده نعم. اخر شيء بكبس ام ار بيعطيني الريزلت النتيجه لطبختي كلها قد فيها ملح قد فيها كربوهيدرات قد فيها شحوم قد فيها حتى السوائل يا بسام يعني الزيت المبيض المرقه كلهم كله موجود البهارات السوائل اللي بتتصور اذا انتزع هالميزان شو بنعمل؟ منكبه ونجيب غيره نحن مسؤولين عن بضاعتنا ما يهمك نحن عندنا كل شيء في مشكله العالم بتراجعنا نحن عم نحل لهم اياها اذا كبوه بتعطوه غير بتعطون غير بلد. بس بدنا نشوف وينو ابدا نتاكد اوكي النيوتريشن سكيل موجود خلال بوتيك بالسعر اللي عم يمر قدامكم على الشاشه هلا انا وياك بدنا نروح نشوف البي ام اي سكيل كمان طريقه هينه انه نعرف نحن شو في بوزننا من دهن عظم عضل مي قديه جسمنا لازم يحرق سعرات حراريه ونحن وين الوزن المثالي الك بس يلا هيدا زيت الشيء يعني زيت المبدا تقريبا بس هيدا لجسمنا للجسم نحنا. صح ما في شيء الميزان كل معلوماتي باخذها من هيدي التابلت اوكي لوحه سوداء انا كل اللي علي اوقف بس بدي احملها بالايدتين على هوس ستانلس اوكي مشان تقراها العين وبطلع على الميزان اوكي تقراها العين بتعطيني الوزن هيدي اليوم 73 كيلو انا نعم يعني بتفرق معي 200 جرام بين يوم ويوم اوكي هلا وقت بدي اخذ معلومات اكثر تفصيليه بدي جزئ بدي يكون اول شيء حافي القدمين أوكي. بعدين بدي خليني اشوفها بس بدي اعطيه البروجرام عندي 10 بروجرامات بنقي انا الزيرو لإلي بيطلب مني رجل او امراه بقول له اوكي العمر بحدد انا العمر الطول بحدده بقول له ست هو كل المعلومات بعطيه هون وبطلع هلا حافي القدمين بيعطيك الوزن بنطروا اربع ثواني قدامي تك 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 بيعطيكي اربع ثواني ببلش يمرق لك قد ايه عندك فات قد ايه عندك مي قد ايه نسبه أوكي. العضل وزن العظم البي ام اي اذا بجزئ كل الجسم على ميزان واحد اذا كنتوا عم تختاروا من خلال لابوتيك بالسعر اللي عم يمرق قدامكم على الشاشه رح تاخذوا معه هديه وهي دائما بشرح عنها بسام هي كنايه عن قطعه ميزان ومتر بنفس الوقت يلا لاجج سكيل يلي هو ميزان كثير صغير له هلا الشاشه هون باخذ منها معلومات في ميزان بالكيلوغرام وبالليبرا انا بختار كل اللي علي علق شنطتي هون صح. او بيعطيني الوزن اما اذا بدي اياه كمتر او بدي اياه كمتر بغير اليونت انا بين سنتيمتر او اوكي انش وبيعطيني مرقعه حيلا مساحه مثلا هلا ها مرقعه هيدي نعم. طلعوا 19 سنتي فاصل 2 فاذا هالقد شغله كمان هينه وحلوه رغم انها هي هديه انا بدي اشكرك بسام اهلا وسهلا فيك مشاهدينا نحن لهون بتكون خلصت حلقتنا انا بودعكم وبتمنى لكم نهار يكمل حلو ويك اند كثير رائع وبدايه شهر رمضان كريم يحمل بطياته كل الخير والبركه للبنانيه ولكل يلي عم يحضرونا خارج الاراضي اللبنانيه بشوفكم الاثنين باي باي We'll be right back.